رح نروح لمحطتنا التالية. بيعاني البعض من مشكلة النحافة الزايدة وبيحاولوا زيادة أوزانهم بدون فائدة. انخفاض وزن الجسم بأحيان بيكون دليل على الإصابة بسوء التغذية والضعف، وبيزيد الشعور بالضعف بشهر رمضان نظرا للصيام وعدم الحصول على العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم. لكن بعالم التغذية والصحة فشهر رمضان المبارك بيعد فرصة كبيرة لاكتساب الوزن المطلوب. شو هي النصائح لنوصل لهالنتيجة؟ أكيد معلومتنا لليوم رح تكون مع ضيفتنا اختصاصية التغذية الدكتورة نور مانسترلي. يسعد صباحك نور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور سلمى، صباح النور نور، نورين على بعض اليوم. بالبداية يمكن موضوع مختلف اليوم، بالعادة بنحكي عن كيف فينا ما نكسب الوزن، كيف فينا نحافظ على جسمنا المثالي. في كثير من الأشخاص بيعانوا من نحافة زايدة، خلينا نعرف شوي للمشاهدين شو هي النحافة الزايدة، مع انه هي بتكون هدف كثير من الاشخاص ليحصلوا عليها 100%. هلا بداية او قبل شهر رمضان بشوي بصير العالم بفوتوا يوتيوب، بفوتوا في انترنت، بدوروا انه كيف بنخسر من وزننا. قد ما دورنا بنلاقي دائما فيديوهات واشياء ومعلومات لنزول الوزن، بس ولا مرة شفنا انه شيء لزيادة الوزن. فهدول الناس او هالفئة كثير مظلومين، بيعتبروا العالم انه خلص بسمن الواحد لحاله 100%. هلا اول شيء كنحافة، النحافة هي وشو تعريف النحافة؟ هي انخفاض بكتلة الجسم. كيف بنقدر نحسب كتلة الجسم؟ أشخاص كتير بيقولوا عن حالهم نحن نحاف، بس هن فعليا ممكن ما يكونوا نحاف، ممكن يكونوا هن ضمن الحدود الطبيعية. البادي ماس اندكس، مؤشر كتلة الجسم، هذا المؤشر بيعطينا هل هو الجسم متعادل مع الطول مع العمر او لا، اللي هو ضمن لازم يكون ضمن حدود معينه بين ال 18.5 وال 24.9. كيفيه حساب مؤشر كتله الجسم هو الوزن على مربع الطول. من هي العمليه بيبين معنا اذا هذا الشخص قريب ليكون على الحد الادنى من الطبيعي، يعني من 18 ونزول، معناتها هو بيعاني من النحافة. كل ما كان تحت ال 18 كل ما كان عنده درجة عالية من النحافة. هلا في عنا كثير أسباب للنحافة، عنا أسباب وراثية، عنا أسباب مرضية، عنا أسباب جينية، وبالإضافة لهذا الشيء عنا أسباب هو الشخص بيخلقها بإيده من خلال اللايف ستايل تبعه، نظام حياته. فنور نحن كثير ناس، هلا ممكن أنا اوقات بوصل لوزن معين، يعني انا هلا حاسه حالي اني انا سمنانه فبدي اعمل دايت، هدول يعني انا منهم صرت عندهم صار هوس بالنحافه وزياده الوزن. اغلب الناس اللي ممكن يعملوا هذا الشيء يا ناتج عن انخفاض بالسعرات الحراريه ضمن نظامهم الغذائي، ومثل ما قلنا عندنا عده اسباب للنحافه. اول شيء عندنا اسباب وراثيه. هي الاسباب الوراثيه بيكون اخذها الشخص يا من الاب يا من الام، ممكن يكون من ضمن العائله في عندنا نحافه ما بيزيد من وزنهم. ممكن يكون نحن نحافتنا ناتجه عن امراض، من اهمها ممكن يكون وجود غده درقيه، ممكن يكون عندنا انيميا او فقر دم، ممكن يكون عندنا بالاضافه لهذا الشيء مرض السكري كمان بسبب لنا نحافه، ممكن يكون عندنا حالات نفسيه مثل الاكتئاب، لانه الاكتئاب كمان بيمنع يعني بيعمل كبح للشهيه، فالواحد ما عاد بيكون عنده قابليه لياكل. عندنا اسباب مثل ما قلنا، الواحد هو بيخلقها لعالم اللي صار عنده هوس كثير شديد بالنحافه، فبيصيروا بيتبعوا اشياء او ممكن يطالعوا كل شيء اكلوه لحتى ينحفوا، هي بتسبب لنا امراض كثير لبعدين. وعندنا كمان الاشخاص المصابين بالسرطان كمان بيعانوا ممكن في بعض الاوقات من النحافه الشديده. النحافه الشديده مثل ما قلنا، مثل ما هي بتسبب لنا كثير اسباب، كمان في وراها كثير اسباب مسببات هي مخفيه نحن بنجهلها الا اذا نحن دائما شيكنا على جسمنا وتابعنا الوضع العام، لانه في كثير ناس بينسوا انهم يحللوا او يعملوا تشيك اب كامل على جسمهم، بيعتبروها انه يعني فزلكه انه اذا نحن شيكنا على حالنا. هو الشيء الاساسي نحن نشيك كل ست شهور، وفي كثير ناس ما بيروحوا على دكتور اصلا الا اذا شاف اذا عانوا من شيء كثير فظيع، يعني انه تفاقمت الحاله لدرجه شديده، وقتها بيروحوا على الدكتور. طيب نور، خلينا نحكي اليوم بعيدا اذا عزلنا كل هدول المسببات، لانه هدول لهم طريقه بالعلاج لحتى الشخص يرجع
حجمه الطبيعي اذا فينا نقول. الاشخاص العاديين اللي هن بس عندهم هوس الافكار بالنحافه او بالسمنه، كيف فينا خلال هي الفتره برمضان نقدر نخليهم ياكلوا شيء يعطيهم وزن بشكل منظم كمان؟ ما بدنا نعطيهم وزن مثلا مثل اللي بصير عندهم بالكرش مثلا او باماكن محدده. هلا في عالم كثير مثلا بسمعها انا هي انه عم ناكل الاخضر واليابس وما عم نخلي شيء بالبراد وما هيك ما عم نسمن. نحن اصلا صرنا ما بنسمن الا اذا كنا شايفين التاريخ العائلي والوراثي عندنا مشكله معينه بدنا نعالجها، نحن مستحيل نسمن. فهيدي هي المرحله بتجي اذا بدنا نسمن، بتجي بعد مرحله العلاج اذا كان عندنا مشكله مرضيه. هلا بفتره رمضان في كثير ناس بتقطع وجبه السحور، وهي وجبه السحور من اهم الوجبات اللي لازم نحن ناخذها ضمن شهر رمضان، اهم بكثير من الفطور لانه هي اللي حتمدنا بالطاقه لحتى نكفي ساعات الصيام بطريقه صحيه بلا مندوخ. اهم شغله نحن ما يعني نحاول الاشخاص اللي بدها تخسر من وزنها بناخذ 50% بالعاده من 50-60% نشويات، أو الشخص الطبيعي هيك الكمية المطلوبة 50% نشويات كربوهيدرات، من 20-30% دهون جيدة، ومن 15-20% لازم بروتين. بنبلش بصحن السلطة بعدين بالوجبة المرافقة للأشخاص يلي بدهم يخسروا من وزنهم. كل شيء نحن بنعمله للاشخاص اللي بدهم ينزلوا من وزنهم نفسه ذاته للاشخاص يلي بدهم يكسبوا وزن بس بالعكس. يعني نحن بدنا نبلش بالطبق الرئيسي بعدين بنبلش بالسلطه، بناخذ صحن سلطه. صحن السلطه عند الاشخاص بدها تخسر من وزنها هالقد، اللي بدها تزيد من وزنها هو هالقد. فنحن بس هي عمليه تبادليه بالاحجام وبالكميات، اما الانواع هي نفسها. الاشخاص يلي بدها يزيد من وزنها انا بفضل انه نحن نتناول من 8-10 حصص فواكه يوميا. الحصه الواحده هي ما يعادل قطعه فواكه، ونحن اذا بدنا ناخذها مثل ما هي قطعه الفواكه، فالشخص اذا كانت معدته صغيره مو متعود انه يتناول كميه كثير كبيره، فنحن بفضل انه نتناولها بالشكل السائل، عصير طبيعي سلس. اول شيء يعني مثلا كاسه العصير البردقان ممكن تحتوي على 4 بردقانات، فبهالحالة نحن عم ناخذ 4 حصص من الفواكه، يعني أربع حصص من الكالوري، يعني سعرات حرارية بدل ما ناخذها مثلا 50 كالوري بتكون عم ناخذها 200 كالوري. بهي الحالة نحن عم نفوت سعرات عم نشرب مثل ما بيقولوا اشربوا سعراتكم الحرارية. فبنكون عم ناخذ سعرات حرارية عالية عم يزيد وزننا بطريقة صحية، وبنكون عم ناخذ سكريات طبيعية. بدنا نحاول نضيف على نظامنا الغذائي المكسرات، مثل ما بنعرف نحن إذا نحط صحن مكسرات نسرط فيه ما بنحس نحن انه عم ناكل كميه كثير كبيره، فبناكل كميه كبيره بلا ما نحس شعور بالشبع. فكمان هذا مصدر ثاني وخدعه ثانيه لحتى نحن نتناول الدهون الجيده بس بكميه كبيره خارج عن انه نطاق الوجبات الكبيره. يعني كل يوم عندنا مثلا صحن جوز، فستق، لوز، فول سوداني، في عنا صويا كمان كتير منيح. كل هدول المكسرات هي بنزيد من وزننا بس بطريقة صحية. كمان بنقدر نضيف لنظامنا الغذائي التمر والتين المجفف، المشمش المجفف، الزبيب. كل هدول اللي بنبعد عنهم هدول اللي بده يزيد من وزنه بيقدر ياكلهم، بس ينحف حاله بده يخفف منهم. بيقدر يتناول التمر والزبيب، هو اخف من التين المجفف ومن المشمش. سبق وحكينا انه امر الدين هو بيفتح الشهيه، فنحن الاشخاص اللي بده يزيد من وزنهم بنصحهم يتناولوا امر الدين على وجبه الفطور مو على وجبه السحور. نحن اللي بده يخسر من وزنه على وجبه السحور لانه هو بيفتح شهيه، بعد السحور ما عاد نقدر ناكل. فهي كمان خدعه منيحه انه نتناول كميه كبيره من الاكل اذا اخذنا كاسه امر الدين كل يوم على وجبه الافطار نبدا فيها وجبه الافطار. بالمقابل نحن في كثير ناس بيقولوا روح كل شوكولا، كل حلو، كل شيبس لحتى يزيد من وزنك. لا، هدول اللي بيعملوا لنا دهون حشويه، وهذا اللي احنا بغنى عنه، وهذا اللي بدي اوقف عنده انه انا كيف فيني يزيد وزني بطريقه كثير صحيه وسليمه لبعض المأكولات اللي بتزيد السعرات الحراريه لكن بنسبه معتدله. خلينا نتابع بالتقرير التالي ونرجع بنتابع حديثنا معك. أطعمة غنية بالسعرات الحرارية،
الخبز مصدر جيد للكربوهيدرات المركبة، لا سيما مع إضافة جبن كريمي كامل الدسم وقطعة من الطماطم أو الفواكه. المعكرونة مصدر غني للسعرات الحرارية ويعتبر بمثابة عنصر أساسي يمكن أن تعتمد عليه كوجبة للإفطار مع قليل من الصلصة أو الجبن المبشور. الفاكهة المجففة مصدر كبير للسعرات الحرارية، إذ تحتوي كمية من الفاكهة المجففة على سعرات أكثر من نظيراتها من الفاكهة العادية في نفس الكمية، ومن أشهر تلك الفاكهة الزبيب. السمن والزيوت، تعتبر السمن والزيوت من أغنى مصادر السعرات الحرارية، لكن قبل أن تعتمد عليه يجب أن تتأكد من أن نوعية الزيت صحية، ويعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت التي يمكن الاعتماد عليها دون قلق، بالإضافة لزيوت الجوز والمكسرات. أما المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والعديد من المكونات الغذائية المفيدة، وفي حالة رغبتك في مقاومة النحافة يمكنك تناول المكسرات كما يحلو لك. عصائر الفاكهة المركزة تعتبر مصادر للسعرات الحرارية ويمكن الاعتماد على تناولها طوال فترة ما بعد الإفطار. يعني دكتورة نور، مثل ما تابعنا عدد من الأغذية والمشروبات، يمكن حكيتي عن بعضها بالتقرير، حكيتي عن بعضها قبل ما نبلش، خلينا نرجع، كنتي عم تكملي فكرة مهمة اللي هو الحجم والكمية والتوقيت، وخصوصا هلأ برمضان كنا عم نحكي عن قمر الدين وقديش هو بيفتح النفس والشهية، قد الواحد ممكن ياكل. خلينا نحكي كمان عن اكلات ثانيه هي صحيه وممكن الشخص ياكلها خلال هذا الوقت وتوقيتها. تمام. هلا اهم شغله انه نحن من الدهون الجيده ما ناخذ دهون سيئه، مثل ما قلنا مثل الشيبس مثل الحلويات المضره، نقدر نتناول هي الدهون الجيده الى عده مصادر، اهمها من زيت الزيتون. نقدر نضيف على كل طبق فوق فوق اللي منضاف اليه، كل طبق اذا بنضيف معلقة زيت زيتون كمان بنكسب وزن بس بطريقة طبيعية. هو من أهم مصادر الدهون الجيدة لجسم الإنسان. بالإضافة لهذا الشيء السمسم كمان نقدر نضيفه لأي شيء، نرشه على السلطة كل يوم معلقة سمسم هي كفية لأنه يزيد وزننا تقريبا ما يعادل خلال 6 شهور من كيلو لكيلين، هي بس من معلقة السمسم. بالإضافة لهذا الشيء عنا كمان الطحينة. الطحينة أوقات بيكون في زيت السمسم، بيكون في طبقة معزولة على الوش، هذا الزيت كل يوم معلقة نشربها إذا بنقدر نشربها بسمن، وبنفس الوقت هو مفيد جدا للعالم اللي بتعاني من التهابات دائمة بالجهاز التنفسي، أمراض الربو. كمان على الحلاوة بتكون في ورقة، هاي الورقة كمان بتكون مشبعة بزيت السمسم. الأشخاص اللي بيعانوا من سعلة جافة ومن التهابات بجهاز التنفس ممكن يحطوه على صدرهم، فبتخفف لهم كتير من هاي النزلات البرد اللي بيعانوا منها. كمان بدنا نقول انه النحافة الزايدة ممكن تسبب لنا أمراض، ممكن تقلل من مناعة الجهاز المناعي، تقلل من قوته، تعملنا يكون الجسم معرض أكثر للحالات الالتهابية، يصير الواحد يمرض أكثر. بالإضافة لهذا الشيء ممكن تعملنا مرض الألزهايمر، فتخيلي قدي النحافة الشديدة بتأثر. ممكن تعملنا مشاكل. بالإضافة لهذا الشيء ممكن تعملنا مشاكل بالخصوبة، بالوزن تعملنا او السمنه المفرطه بتعملنا مشاكل بالخصوبه، كمان نحافه زائده بتعملنا مشاكل بالخصوبه. لهيك مثل ما قلنا بدنا نحاول انه بوجبه الافطار نبلش بكاسه عصير مشبعه بالسكريات الطبيعيه او قمر الدين. ثاني شغله بدنا ناخذ الوجبه الرئيسيه فورا بنبلش فيها، ما بنعمل فاصل، بنبلش فيها. بعد ساعه لساعه ونص بناخذ صحن سلطه او صحن شوربه، بالاضافه مثلا بنقدر نضيف طبق صغير من المقبلات.
اهم شغله انه نحافظ انه احنا كل ساعتين ندخل شيء على جسمنا ليصير عندنا استقلاب جسمنا عالي، بس بنفس الوقت عم ناخذ شغلات صحيه وبنحافظ على هدول السعرات الحراريه اللي عم نتناولها. ان الشخص الطبيعي بيقدر يتناول من 4 لـ5 حصص فواكه يوميا، يلي بده يزيد من وزنه يعني بيقدر انه يوصلهم للـ10 حصص يوميا. في خدعه كثير كمان مهمه، الاشخاص اللي حابين يزيدوا من وزنهم بيقدروا يتبعوها، انه قبل ما نبلش وجبة الإفطار فرضا يفتحوا على اليوتيوب، يفتحوا على الإنترنت، يحطوا فيديوهات لوجبات غنية جدا بالسعرات الحرارية، مثلا مثل الأشقوان اللي عم بتشط وتمط، مثلا البيتزا، البرجر، الأشياء اللي كتير كتير دسمة هيك مشهية، لمجرد أنك تشوفيها بتتحفز عندك الهرمونات الجوع. فأهم شغلة أنه تفتح الشهية بزيادة، تفتح الشهية 100%. فهي خدعة للأشخاص اللي بده يزيد من وزنهم، بيقدروا انه يشوفوا هدول هذا النوع من الفيديوهات، بالاضافه انه نحن ما ناكل اي وجبه لحالنا. يعني دائما يكون معنا اشخاص، لما بتفتح القابليه صحيح. على الاكل، فدائما نكون محاطين بالاشخاص وبالعائله. شغله كمان مهمه انه نحن وقت عم ناكل وجبات مثلا وجبه الافطار نحاول ناخذ بصل اخضر او بصل احمر مع الاكل، لانه هو كمان بيفتح الشهيه، فبصير الواحد بياكل كميه اكثر بس بطريقه صحيه. يعني احنا هون احنا بغنى عن الادويه الفاتحه للشهيه، بس بنرجع بنقول اذا كان عندنا سبب اساسي ما لنا معالجينه هو مسبب لنا نحافه، هي النحافه الزائده، فنحن مستحيل يزيد وزننا اذا ما كنا معالجينه. اهم من هيك كمان، يعني دائما في عندنا شغلات اهم اهم اهم، لانه كل معلومات هي مهمه للاشخاص صحيح. اللي حابين يزيدوا وزنهم خصوصا بشهر رمضان. مثل ما عندنا نحن 3 وجبات اساسيه بالايام العاديه، فطور وغدا وعشاء، مفروض يكون عنا هاي 3 وجبات بشهر رمضان اللي هي السحور والإفطار، ولازم أنه نحن ناخد وجبة على الساعة 12 هي نعتبرها وجبة عشاء. الرياضة جدا مهمة لهدول الناس، بس لازم يعملوا الرياضة الشديدة شديدة المقاومة، مثل اللي فيها بناء للعضلات، مو اللي فيها حرق كتير، يعني بناء عضل. بالإضافة أنه نحن لازم نخلط يعني بكمية الأكل، يعني نحن ساندويشة مثلا ساندويشة لبنة، شو نحط فيها؟ لبنة وشوية خيار مثلا وشوية زيت. الأشخاص اللي حابين يزيدوا من وزنهم بدنا نضيف عليها زيت زيتون، بدنا نضيف عليها ممكن زعتر، ممكن نحط زيتون. كل ما كترنا بالساندويشة كل ما كسبنا سعرات حرارية زيادة. يعني كل شيء نحن بنعمله. لا أنا ما بعمله، أنا ما بنعمله هذا الشيء، من دون ما نكون بدنا نزيد وزننا، بدنا نخفف بس بنعمله. إيه بس هو شايفة أوقات كيف نعمل شغلات كثير صغيرة بس هي خطأ لنظام حياتنا بشكل عام. فشغلات أو خدع فينا نسميها خدع كثير بسيطة، يا بتخلينا ننحف يا بتخلينا نسمن. فيعني سلمى شايفة يعني مفروض الناس بس تنتبه كيف عم تاكل لبعدين ليكون عندنا لايف ستايل. القطايف بالجوز بتسمن؟ بتسمن السمن هي اسمها. خلينا ننصحهم ياكلوا قطايف يعني عم نحاول يمكن نوجه بعض النصائح لكثير من الناس ليقدروا خلال شهر رمضان المبارك يضبطوا شوي من وزنهم. وفي ناس كمان بيعانوا مثل ما قلنا ببداية فقرتنا لليوم من النحافة الزايدة، فبنتمنى يكون قدمنا لهم معلومة مفيدة. بنتشكرك أكيد أخصائية التغذية نور مارستيري على وجودك معنا، ونتمنى للكل يكونوا استفادوا. شكرا لكم، وإن شاء الله هيك رمضان كريم، ودائما بنقدم للناس أشياء ممكن تكون بسيطة بس ممكن أنه تغير لهم من حياتهم وتعمل لهم فرق منيح.